اشكركم ان انتم صبركم وسع صدركم هتنتظروا لان احنا ان شاء الله يعني هنعمل احسن واحسن خلال كام شهر اللي جايين باذن الله. الحمد لله السنه الماليه هتخلص، الفلوس هتخش ان شاء الله على اول يوليو، وسواء في صرف صحي او طرق او كهرباء كل ده هيتم في خلال ان شاء الله 3 اشهر الجايين باذن الله. كل سنه وانتم طيبين.